على مدار الشهر الفضيل تنظم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة سلسلة محاضرات بمختلف اللغات، ومنها محاضرة خواطر رمضانية التي قدمتها بلغة الماليالم، ألقاها فضيلة الشيخ حسين السلفي خطيب مسجد العزيز بقصر الثقافة في الشارقة. وتأتي هذه المحاضرة في إطار سعي دائرة الشؤون الإسلامية إلى تنمية الوعي الديني في المجتمع والتوعية بأحكام رمضان. ختام